الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة من لجنة السعيدة. كان اللون الصنعاني مشكلة خلت المشتركين يزعلوا من اللجنة. البعض شاف إن أداء اللون مثل ما هو مشكلة مع اللجنة، وإن التلوين برضو مشكلة واحتار في اللجنة. غنيت هذه الأغنية البديعة والجميلة واللمع البديع بهذه الطريقة. أنت ساحب الإيقاع، سحب الإيقاع ملاحقك. لا، عيد الحسابات. البعض شاف إن اللجنة عرفت إنه هرب من اللون الصنعاني باختيار حاجة سهلة. إحباط البعض وزعل البعض من اللجنة أو من عدم أداء البروفات بشكل أنسب كان سبب في عدم رضا بعض المشتركين. اللون الصنعاني خذل بعض المشتركين، بس البعض كان متألق. خلونا نشوف كيف قدم المشتركين هذا اللون. مساء الخير مشاهدي السعيدة أينما كنتم، حلقة جديدة من نجم السعيدة، أهلا بكم. أيضا التحية والترحيب للجمهور الحاضر في نجم السعيدة، شكرا لحضوركم. والترحيب أيضا بنجوم نجم السعيدة لجنة التحكيم الأستاذ محمد عطروش، حياك أستاذ. وأيضا بالأستاذ فؤاد الشرجبي، أهلا وسهلا. وايضا نرحب بالنجمه شروق، شكرا لكم. ما شاء الله استاذه، جمهور اكثر من باقي اعضاء اللجنه. حلو، كويس. شكرا اذا للجمهور وشكرا للجنه التحكيم. اهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه من نجم السعيده في المرحله الثالثه والنهائيه. في هذه الحلقه سيغني المتسابقين ايضا لون غنائي يمني، هو اللون الغنائي الصنعاني. أول متسابق معنا في هذه الحلقة، بعد أن أرحب بالفرقة المرافقة للمتسابقين، فرقة سام اليمن بقيادة الفنان محمد عقيل، هو طارق حسين شريف. طارق حسين الشريف، محافظة حجة، مشارك اليوم إن شاء الله بأغنية الفنان المرحوم علي بن علي الأنسي، الحب والبن. نتمنى أن يتنال استحسان الجميع. أرى أنه في اللون الصنعاني إن شاء الله يعني أقرب لنا بالنسبة لأصحاب الشمال، بغض النظر عن كل التقاسيم، بس إن شاء الله ننال استحسان اللجنة. ومقارنة باللون اللحجي، اللون اللحجي كان فيه شوية صعوبة على رأي الأستاذ محمد عطروش، بداية الدم بداية التك، بس إن شاء الله اللون الصنعاني هو بسيط جدا يعني. فأتمنى أن احنا نتوفق أنا وجميع الشباب، يا رب دعواتكم لنا بالتوفيق والنجاح. ثاني
وحياة جيران تشريني ثاني لطارق. أول متسابق في هذه الحلقة المخصصة للون الغنائي الصنعاني، نستمع لرأي لجنة التحكيم في أداء طارق. نبدأ من عند الأستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. طارق اليوم خلانا نعرف أنه عنده ملكات أخرى. صوتك في القرار جيد جدا، في الجواب جيد جدا، في الوثوق أو ما يسمى الحضور، عندك حضور لا مثيل له.
وانا استغرب فيك هذه الظاهرة، وارجو ان لا تكون في الغناء الصنعاني بس ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك استاذ محمد. استاذ فؤاد. طارق، ماذا اقول عن طارق؟ اختار اغنية كثير صعبة، اغنية كثير مهمة، اغنية تحدى فيها الفنان علي بن علي الأنسي نفسه عندما لحنها بعد أن لحنها قبله وغناها أيوب طارش بلحن تقريبا للقليصي أو كان شعبي مطور نوعا ما، فلحنها في مدينة تعز على آلة القانون، عشان كذا بتلاقي في مساحات واسعة في اللحن من الجواب إلى القرار إلى العالي إلى، فهذا تحدي منك كبير يا طارق أنك تغنيها، وكنت قدر التحدي، وألف ألف مبروك. شكرا أستاذ فؤاد. شروق، ماذا يمكن أن تضيفي على أداء طارق؟ طارق بن زياد، طارق فاتح وفاتحة خير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا، شكرا للجنة التحكيم. إذن شكرا لك طارق موفق. شكرا. إن شاء الله تكون بالألوان الثانية أفضل. بإذن الله إن شاء الله. شكرا لطارق حسين شريف، أول متسابق في هذه الحلقة وهي مخصصة للون الغنائي الصنعاني. طارق، ايش الاداء الجميل هذا؟ تسلم يا استاذه مذوقش، الحمد لله توفقنا في اللون الصنعاني، رغم انها كانت اغنيه صعبه جدا 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 فعلا على كلام الاستاذ فؤاد الشرجبي، بس الحمد لله انا حاولت اني اتحدى نفسي بهذه الاغنيه يعني. الحمد لله توفقت. اللون اللحقي بالحلقه السابقه كان تحدي بالنسبه لطارق، وكان المخاوف هنا اليوم بيتكلم طارق على انه المقام مقامه. الحمد لله تمام، اللون اللحجي كان مش بالقدر الصعب اللي حكى اليوم، بس كانت الاغنيه فيها عده طلعات فيها نزلات على اساس الجواب والقرار بين مساحه الصوت بالضبط. الاستاذ المرحوم علي الأنسي كان وضع الاغنيه هذه بشكل صعب جدا، بس الحمد لله احنا هو هذا التحدي، انه واحد يتحدى نفسه في اشياء مش انه يجيب حاجات يعني تتغنى للكل. الحمد لله توفقنا، وان شاء الله نتوفق في الالوان الباقيه. المتسابق الثاني والذي سيقدم الآن أغنية أيضا من اللون الصنعاني هو مهيوب زحيري. مهيوب مراد زحيري من عدن، أقدم اليوم اللون الصنعاني. صح أنه صعب يعني جدا من لهجة عدني إلى صنعاني، بس إن شاء الله أنا لعقابكم وأنا لعقاب اللجنة ونتوفق إن شاء الله كلنا يا رب. توقع اللجنة يعني أننا أول مرة أغني صنعاني مش لهجتي يعني، بس ان شاء الله انا لعقابهم بافعل اللي اقدر عليهم ان شاء الله.
ايش الحركات اليوم يا مهيوب؟ اللبس الصنعاني. صنعاني. مهيوب من عدن واليوم في اللون الصنعاني مرتدي الزي الصنعاني. شكرا لك يا مهيوب، ونستمع لرأي لجنة التحكيم في أداء مهيوب في اللون الصنعاني. تقريبا هي أول مرة يغني هذا اللون. يحتاج يرسخ زي الشاي بعد ما يفور. أيوة. أتركه في البراد يرسخ. الأحمر ولا الحليب؟ غني 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 كثير. شكرا يا مهيوب، غني كثير. يلا شكرا. شكرا لمهيوب، شكرا لك استاذ محمد. استاذ فؤاد. لا مهيوب كان ذكي باختيار هذه الاغنيه من غني عبد الرحمن الاخفش طبعا. غنها بهدوء، طبقه وسطها كذا غناه وهو مرتاح. ضغوطته كانت صحيحه مع الايقاع، لاول مره بيغني صنعاني ولاول مره بيرضوا بيلبس صنعاني، فهو داخل في جو غير جوه، بس كان موفق. انا اعتقد انه كثير كان موفق في هذه التجربه الاولى، وهنيك على هذه التجربه. شكرا. شكرا لك استاذ فؤاد. شروق. لاول مره جميل، جميل بجد. شكرا. شكرا للجنه التحكيم، شكرا لك يا مهيوب. اتوسطت لك انا. شكرا لمهيوب زحيري. إذن هو المتسابق الثاني في هذه الحلقة المخصصة للون الغنائي الصنعاني. طبعا في هذه المرحلة كما سبق وأن أشرنا أن على مدى 8 حلقات نحن اليوم في هذه الحلقة الثانية سيغني المتسابقين في كل حلقة لون غنائي مختلف، سواء من الألوان الغنائية اليمنية أو أيضا ستكون هناك حلقات مخصصة للون الغناء الطربي والخليجي، ليقدم كل المتسابقين كل ما لديهم من إمكانيات، ولجنة التحكيم هي من ستقرر وفق نتائج تمنح لهم من حلقة إلى أخرى بشكل تراكمي، لنتعرف في آخر حلقة على الفائز بلقب نجم السعيدة. مهيوب لأول مرة بتغني لون الصنعاني، بس لأول مرة بتلبسها زي الصنعاني؟ أول مرة أغني صنعاني، وأول مرة بس يعني عشان أعيش الجو ده مع أصحاب صنعاء. إيش رأيك برأي لجنة التحكيم اليوم؟ والله اليوم لجنة التحكيم رفع لي معنوياتي كده، وقدرت ظروفي إن أنا أول مرة أغنيها، وقالت كلام جميل حلو. أكيد الكلام جميل من الأساس في لجنة التحكيم، بس خليني أتكلم عن مهيوب وكيف حفظ الأغنية بسرعة. أنا عارف أنك كنت بسيارة كنت تحفظ الكلمات. الأغنية هذه طبعا اخترت أنا أغاني وكنت حافظ لها من العيال اللي غنوها، اختاروا أغنية قبلي، اضطريت ما بيش صنعاني، وأنا فعلت بروفة على أغنية صدح لي أنه بالنهاية مش صنعاني، الأمس اليوم يعني يكلمونا. رجعت بالسيارة ومعيش أدور أدور، حفظت هذه الأغنية بالسيارة وسجلت الكلام وحفظت الآن ودخلت أغنية. بالتوفيق يا مهيوب إن شاء الله. إن شاء الله. الآن نستمع إلى المتسابق الثالث في هذه الحلقة، وأيضا سيغني أغنية صنعانية، مروان شمسان. اسمي مروان شمسان المقطري من محافظة تعز. طبعا اليوم بغني أغنية من التراث الصنعاني جلة من نفس الصباح. في الحلقة السابقة كانت في بعض المشاكل ما بين المشتركين واللجنة التحكيم، مش مشاكل بس من ناحية الأغنية كنا بنظن أنها أغنية لحقية، بالعكس هي تطلع أغنية أبيانية يافعية مش إنها لحقية لحقية. واليوم إن شاء الله نقنع اللجنة بأدائي إن شاء الله.
شكرا لك يا مروان. ولجنة التحكيم تتشاور في تقييم أداء مروان. أستاذ فؤاد. مروان، أغنية جميلة ومن الغناء الصنعاني الجميل، غرد بها الفنان محمد عبده. كنت أتمنى تقولها بطبقة أعلى شوية، عشان مساحة صوتك هي أعلى من كذا وأوسع، فراحت كلها للقرار كثير. شوية لونت برضو. أنا كنت أتمنى تكون أكثر إبداع في هذه الأغنية، أغنية جميلة وأنت حافظها من زمان والكل حافظها. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله في أغاني قادمة بشكل أفضل إن شاء الله. شكرا. شكرا لك أستاذ فؤاد. مالك جالس تعمل له ما عجبكش ولا ايش الكلام؟ بالعكس. شكرا لك أستاذ فؤاد. أستاذ محمد. أنا سأجزيك الجزاء الحسن بعدل، لا يظلمون فتيلا. لكني بشتكيبك عند واحد من الاثنين، اختار، اشتكيبك عند محمد عبده ولا عند محمد مرشد؟ الأصل، إيش الأصل؟ ها؟ الأصل. إذا الأصل أنا اللي بحكمك. أكيد. مرشد مات ولا؟ لو سمعت أداء محمد عبده في هذه الأغنية لحكمت نفسك بنفسك، أما أدائك في أغنية المرشدي أمس كنت رائع متألق، كنت فوق، كنت خلينا نتنطط فوق الكرسي. الآن غنيت هذه الأغنية البديعة والجميلة واللمع البديد بهذا الطريقة؟ لا، عيد عيد الحسابات. شكرا لك. شكرا أستاذ محمد. شروق. أقول لك أنت مش أنت. لا، كان في الحلقة اللي فاتت كنت أحسن، كنت متميز بكل ما تعنيه الكلمة يعني، وكانت مفاجأة بأمانة أنه بينت قدرات غير عادية. هنا ما شفناش حاجة، اليوم ما شفناش حاجة. اسلمي. نطمع أنه في الحلقة القادمة إن شاء الله في اللون القادم تكون أفضل إن شاء الله. شكرا للجنة التحكيم. شكرا لك مروان. شكرا لمروان. مروان، رأيك بلجنة التحكيم اليوم؟ اعترضوا اليوم كثير لأنه الصراحة في بيزك مشوية، وكمان قالوا لو كنت أغنيت الأغنية الطبقة أكثر من اللي غنيتها الآن، وإن شاء الله قالوا في الحلقة القادمة إن شاء الله أفضل إن شاء الله. قال لك الفنان محمد عطروش بيشتكي بك عند إحدى الفنانين الكبار. هو قصده مثلا أمس بالحلقة اللي فاتت غنيته لمحمد مرشد ناقي، وقال بيشتكي بي لمحمد عبده ولا لمحمد مرشد ناقي، يعني بيشوف ايش هي الاي احلى الاغنيه. امس قال يعني يوم الحلقه اللي فاتت قالوا ان انا اديته احلى واحد. بس كان ادائك هادي وصوتك جميل، المشكله وين؟ والله مش عارف يعني، طبعا لقنا كذا وانا احترم قرارهم مهما كانت. اول حاجه اشكر اللجنه، واتمنى ان اذا كان في بي غلط بصلحه ان شاء الله وبشتغل عليه ان شاء الله. بالتوفيق مروان. الآن نستمع إلى متسابق آخر أيضا، منصور علي قائد، وسيؤدي أغنية أيضا من اللون الصنعاني. أنا منصور علي، مشاركي اليوم باللون الصنعاني، بغني والصنعة شف ذياك الغزال للفنان المرحوم محمد سعد عبد الله الفنان الكبير، وإن شاء الله تنال إعجابهم. أتوقع من لجنة إن شاء الله تنال إعجابهم الأغنية وتنال إعجاب الجمهور الكريم، وعلى الله إن شاء الله، وكله مقبول من لجنة.
شكرا لمنصور. منين جيتكم؟ شكرا. قلنا جالس تفقع الاستاذ محمد، قلنا نفقعك اليوم، انا افقعك بدل ما فقعته. لا فقعنا الكل نحن، استاذنا كلنا. صوتك جميل واليوم اختيارك غير موفق. صوتك جميل وقدراتك كبيره، تقوم تختار اغنيه نواني نينو نينو. لا بس يا استاذ من شان البروفات بس، لانه البروفات مش ما مش كثيره يعني، هو بروفة صغيرة، لأنه الصنعاني لو دخلنا في اللي هو طرب طرب. أي فنان متسابق يشكي من البروفات يقول لنا، إذا حلو يقول لي ولا يقول لفؤاد ولا يقول للأخت، ونحن نلزم ببروفات قوية ما فيش معاذير. حلو. آه لازم تقدم أحسن ما عندك وتنتقي خير ما يليق لك. إن شاء الله. صح. مرة ثانية إن شاء الله. ليش أنا أظلمك؟ تقوم تختار السهل وتظن ان السهل الممتنع؟ لا. شكرا. شكرا استاذ محمد. استاذ فؤاد. استاذ فؤاد في ايش تتفق مع الاستاذ محمد؟ لا انا عاجبني صوت منصور، صوته قوي فيه لمعه، بيقول الطبقات العاليه دائما بيصب بشكل جميل وهو مرتاح منها. اتمنى اسمعك في اغاني قادمه تسمعنا القرار، مش نسمع قرار منصور عشان نعطيك كامل العقاب زي ما يقولوا. ان شاء الله. بس جميل، انت غنيتها بشكل جميل، الضغوطات كانت قلتها بشكل صحيح. شكرا. اللي هي ضغوط الصنعانية اللي يقصدها. برضو هربت من محمد سعد عبد الله، ما قلتش زيه كثير، فهذا جميل انك تغنيها بهويتك انت. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله في عمل قادم بشكل اجمل. شكرا لك استاذ فؤاد. شروق، تقييمك لأداء منصور اليوم؟ كانت ملاحظتي بس حكاية القرار والجواب زي ما قال الأستاذ فؤاد، إنه أتمنيت إنه يكون في إبراز أكثر لطبقاتك. شكرا. شكرا. جميل يا منصور. شكرا للجنة التحكيم. شكرا لك منصور. شكرا. شكرا لك. شكرا. 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 إذا لمنصور علي قائد. منصور، ايش حكاية الاختيار الهادئ أو الاختيار القرار أو حاجة زي كذا اللي بيكلمك عليه الفنان محمد عطروش؟ هما طلبوا مننا على اساس يعني نختار، لا هم شيء نختار اغاني صعبه، هو قال انت اخترت السهل الممتنع، برضه يعني يعتبر حلو، هو يشيل الاغاني اللي هي طربيه اكثر، لانه يقول لي عندك صوت، صوته قوي، لازم تأدي احسن واحسن، ما تختارش اغاني بسيطه، هو لانه قال هذه الاغاني حق اطفال. منصور كان هارب اساسا من الغناء الصناعي لانه ما اديتوش من قبل انت. نسميه هروب يعني اليوم؟ لا غير هروب، حتى الكلمات متلخبطه معنا، لان احنا والفين نغني من اوراق وكذا، فمشكله لما تغني بدون اي حاجه والحفظ مش قوي كاملين، كنت هارب من هذا الموضوع، هم مسكوني من اساس اللحن. وفؤاد الشرقبي برضه تكلم على اساس انه يقول نحن نسمعك في الطبقات العاليه اللي هو الجواب، الجواب العالي هو الشيء يسمعني في القرار، القرار اللي هو اوطى قناة. بالتوفيق يا منصور. الله يوفقكم الجميع ان شاء الله. الان نستمع الى اصغر متسابق معنا في هذه المرحله، وسيؤدي من اللون الغنائي الصنعاني، تحيه لمحمد هاني. انا محمد هاني من عدن، اليوم جاي اغني خاطر غسل الجناء للانسي، باول مره يعني ادي الغناء الصنعاني، يعني شويه صعب بس يعني بدأت أتعلم اللهجة الصنعانية، إن شاء الله اليوم ما يعجب اللجنة ويعجب الجمهور، إن شاء الله يكون رأيهم جميل.
شكرا لك يا محمد محبوب الجماهير. شكرا لمحمد. شروق، ايش رايك بأداء محمد في الصنعاني؟ اخذ قلبي وراح. خلاص يروح، خلاص روح. لا ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، جميل جميل يا محمد. شكرا لشروق. استاذ محمد، اقول يا لك من بارع ويا لك من مؤدي، كل هذا العناء وتأبى الا ان تكون يمني؟ بئس بئس والف بئس للذين تخلوا عن يمنيتهم. تسلم تسلم. هيا حبيبي. شكرا لك يا استاذ محمد. استاذ فؤاد، انت رائع. انا فاجئني اليوم محمد، جميل كان. بالرغم انه كل يوم يدخل بثقه، اليوم كان قلقان شويه، وهذا القلق ايجابي. انا افرح ان المؤدي والفنان يكون قلقان، لانه القلق بيدي الى الصح. ف لون شعبي قلته بشكل جميل، قلته بهويتك، قلته بشكلك انت يا محمد. المفردات حق الكلمات قلتها بعضها كانت غلط. نعم نعم صح. مش مشكله، يمكن سمعتها غلط وما حد راجع معك. أيوة بس نعم. اجمالا صوتك جميل وادائك كان كثير مميز، وهنيك من قلبي. شكرا. حياك الله. شكرا استاذ فؤاد. شكرا لجنة التحكيم، شكرا لك يا محمد، موفق. يلا شكرا لك محمد. ايش هذا الحلقة؟ سلمي، كيف شفت أداءك اليوم بالصناعة؟ والله شفت يعني حلو، حلو جدا. أنا غنيت بس اللهم غنيت يعني غلط بكلمات شوية كذا. ما حد كان بيساعدك يا محمد في أداء هذه الكلمات اللي بلاقى الصنعاني؟ نعم نعم، في كان أحد من الفنان كان يساعدنا باللهجة الصنعانية. كم تمرنت عليها تقريبا؟ ثلاث أيام كذا. ثلاث أيام؟ إيش الكلمات اللي كانت تعلق معك صعب إنه محمد كان يأديها؟ لا هي اصلا الاغنية مش سهلة، الاغنية صعبة، بس يعني اللهم هي دي الغلطة اللي في بيننا، يعني ما تحفظ الكلام زي الناس. نعم بيتو ما فيش معي وقت، بعدين انا تعبان قليل شوية. بس كان صوتك حلو وخطفت قلب شروق. شكرا. بالتوفيق يا محمد. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لمحمد هاني. ايضا سنستمع الان إلى متسابق آخر، فؤاد الأهدل من الحديدة، وسيغني صنعاني. فؤاد حسن مكينة الأهدل، محافظة الحديدة، مدينة الزبيد. سأغني اليوم إن شاء الله بإذن الله اللون الصنعاني، أغنية تراثية وهي رضاك خير من الدنيا وما فيها. أتمنى أن تنال إعجاب اللجنة. الحمد لله أنا أشوف نفسي أنا متمكن من اللون الصنعاني لأنه ممارس عليه في الأعراس كثير، بس الحمد لله التوفيق من الله. Thank you.
قلت يا دعم أين أحبابنا رحلوا ويا ترى أين يا أرض خيموا فيها هي 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 شكرا لك يا فؤاد الأهدل. غنى أيضا أغنية من اللون الصنعاني في هذه الحلقة وأنت متوتر قليل شوي. طيب أستاذ محمد إيش رأيك بأداء فؤاد؟ صوته جميل طبيعي ما فيش أضاف حاجة جديدة ولا استخدم عرب كثيرة. غنى اللحن كما يقول الزملاء بالمسطرة. أنا كنت أشوف إيش في دواخله من إضافات، إيش في داخله من شجن، ربما لأنه من التجربة السابقة أدى هكذا، لكن هو أدى شيء ما فيش فيه خطأ. إن شاء الله المرة القادمة يكسر المسطرة ويغني. لازم يكسر المسطرة إن شاء الله، لازم وبالداع بالباع والذراع. قول قول قول، خرج النغمات الجياشة في صدرك، خلني أسمعك كيف تكون إن شاء الله بإذن الله. أيوة إن شاء الله في المرات القادمة. أحنا نتألم منه طبعا يا أستاذ محمد، نشتي نسمعكم كيف تكونوا. شكرا لك أستاذ محمد. أستاذ فؤاد لا برضو فؤاد ذكي في اختيار أغنية تناسب مع طبقة صوته بشكل كويس، وإحساسك أنت كثير عالي في غير هذه الأغنية. وأنتم في زبيد عندكم طبقات رائعة وإحساس، ودائما تتصرفوا بالأغاني بشكل تتنافسوا فيه على كل المستويات، ف نافس نفسك وقدم نفسك بشكل أكثر. اللحن هو جملة واحدة فأنت كررته في كل الكوبليهات بنفس الأداء. ذكرتنا بأصل الأغنية من قبل تسجيلات في الأربعينات أو في كان البعض يغنيها بهذا الشكل الثابت، فأنت قدمت لنا قصيدة أكثر ما قدمت لنا أغنية. أتمنى أن تهتم وتوازن بين الاثنتين. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ فؤاد. شروق أنا بسلمك يا فؤاد، صوتك جميل وانت اخترت اغنية صعبة وحلوة، يعني قادر تأديها، خلتني احس بضيق في نفسي، يعني موقع الكلام وقع وقع وقع. اشعر انه عندك مشكلة انك في النفس، يعني موقع الكلام وقع وقع وقع، بينما هي كان بإمكانك أنك بس غمض عينك وشعر بالكلام، حس بالكلام وخلص وروح بتغنيها بشكل أحسن، فقط حس بالكلمات. أوكي إن شاء الله. شكرا شروق، شكرا لجنة التحكيم. واشتغل وغنيها براحة، انسي انسي أنك في مسابقة، غني لنفسك يا فؤاد، صوتك جميل. شكرا لكم لجنة التحكيم. شكرا لك يا فؤاد، وإن شاء الله تستفيد من الملاحظات تكون المرات القادمة أفضل إن شاء الله. شكرا لك فؤاد. إذا شكرا لفؤاد الأهدل. فؤاد أنت كان لازم تغني وأنت مغمض يا فؤاد. أغني وأنا مغمض؟ والله أنا احترت في اللجنة هذه، يعني تأدي تراث، التراث تأدي كما هو، ما يحتاجش العراب، يقول لك ليش ما تعمل لها عراب، ليش ما تعمل لها، ليش هذا تراث تأدي زي ما هو. هذا قبل 40 سنة الناس غنوني الأغنية، بعد أنا ما عملت بروفات أصلاً، الوحيد يمكن من المسابقة اللي ما عملش بروفات مع الفرقة أنا، بروفة واحدة بس بالفندق وما فيش آلات. الفنانة شروق ما كانش قصدها إنه يعني تغمض وتنام فوق المسرح، كان قصدها إنه تتذوق معنى الكلمات وتكون بإحساس. تظن مش مشكلة الإحساس، إن شاء الله بإذن الله نستفيد من الكلام والكلام اللي على عيني وراسي، مش مشكلة إن شاء الله نعوض في الألوان الثانية. طب بيني وبينك كان حسك وين اليوم على المسرح؟ والله ولا محل، بس الله ربي كان مشغول ببيته بعائلته بأطفاله، يمكن شوية اشتياق كذا. طب وظف الاشتياق يا محمد، يا فؤاد عفوا. وظف الاشتياق هذا، هي بتكلمك انه الكلمات لازم تكون بإحساس بتذوق، يعني برضو الشوق واحد من عوامل التذوق الكلمات. والله مش مشكلة، نحاول إن شاء الله في الفترة الثانية بإذن الله، في الألوان الثانية العتبة على البروفات والفرق الموسيقية. مش مشكلة، يمكن أكون نجاح لي إن أنا اشتغلت من غير بروفة.
إذا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في نجمة السعيدة، والآن سنستمع أيضا لواحد من نجوم هذه المسابقة محمد سيف المنتصر. اسمي محمد المنتصر، محافظة تعز. طبعا اليوم بغني لون صنعاني، الأغنية اسمها اللي في ربا حاجر، أغنية من التراث. إن شاء الله بتعجب اللجنة لأن هي أغنية تراث قديم وأغنية صعبة طبعا، إن شاء الله أننا نتمكن منها وأعتقد بتنال إعجاب اللجنة أكيد. أنا مستعد للأغنية هذه وعملت عليها بروف التمام، ويعني وأعتقد في باب تكون تمام. Thank you.
رجال. مكانك شكرا لمحمد منتصر على هذا الأداء. نسمع رأي لجنة التحكيم. بس شكلك كأنك بردان قليل ماشي. أستاذ فؤاد إيش رأيك بمحمد؟ جميل جميل جميل. محمد أنت غنيت الغناء الصنعاني بشكل رائع ومتمكن. غنيت الجزء الأول كان تقليدي والجزء الثاني كان شعبي. في الجزء الأول أنا كنت في الساعة السليمانية، عارف أنها أصحاب صنعاء بكل ما تعنيها الكلمة، أطربتني كثير، كنت متمكن، دخلت في عرب صنعانية كثير صعبة، أنا استمتعت إلى أبعد حد في اللين والشعبي بغض النظر عن المفردات والكلمات الشعبية، لكن كان أداك جدا متمكن. الحمد لله. وهنيك ولو في أعلى من الدرجة المكتوبة بكتب لك. شكرا لك أستاذ فؤاد. شكرا لك أستاذ محمد. محمد أبدع وأقنعني في القسم الأول، لأنه تقطيعه للكلام مع اللحن كان في منتهى الدقة، واستحق بذلك تعاطفي وحكمي له. شكرا أستاذ. وكان جميلا. أما الثاني فهو سارع، يعني خفيف يخلي كل الناس تطرب. شكرا. شكرا لك أستاذ. شروط، ما تقييمك لأداء محمد اليوم؟ لا اليوم فرحني، متألق. يعني الحلقة اللي فاتت كان مرتبك وملخبط شوية، لكن اليوم متألق بكل ما تعنيه الكلمة. شكرا لك يا محمد. محمد يا محمد، إيش الأداء الجميل هذا؟ الحمد لله تمام. اليوم أنا مرتاح، صوت واللجنة كلهم مرتاحين، حتى الجمهور الحمد لله. اليوم يعني أثبتت نفسي الحمد لله. أنت كنت قبل يعني ما تأدي وتدخل على المسرح كنت برضو مبسوط وفرحان بأنه في ثقة في أداء اللون الصنعاني؟ أكيد أكيد، أنا اللون الصنعاني مقرب إلى قلبي، أحب اللون الصنعاني كثير. كنت بتأدي كثير في مثلا مناسبات في أعراس؟ أيوة أكيد، عندي فرقة طبعا والأعراس واصل. يعني علاقتك طيبة مع اللون الصنعاني والزي الصنعاني كمان؟ أكيد، نص أهلي يعني من صنعاء، ضروري إنها ضروري ان انا اشمل يعني باللون الصنعاني واللون العدني واللون التعزي، هذا واجب كل فنان يمني. بالتوفيق يا محمد ان شاء الله، ان شاء الله نشوفك باللون ثاني وتكون متالق مثل ما تالقت اليوم باللون الصنعاني. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا لمحمد المنتصر. مستمرين معكم في هذه الحلقه ومع نجوم نجم السعيده. الان نستمع الى ماجد عدنان المطهر. ماجد عدنان المطهر من محافظة ثيب. إن شاء الله اليوم بنغني اللون الصنعاني. اخترنا أغنية رسولي يقوم بلغني إشارة. إن شاء الله بالنسبة لحلقة اليوم باللون الصنعاني إن شاء الله نأدي أداء حلو ممتاز إن شاء الله، أفضل من اللون اللحجي بحكم أنه أيضا إحنا يعني نغني صنعاني الحمد لله. وتوقعاتي لجنة التحكيم إن شاء الله أن تكون أفضل بالتقييم من أمس اللون اللحجي اللي أخذناه. Thank you.
وشاهد لك إذا جواب بشارة وقال لك مرحبا عالراس العين وهدني من منى قلبي أمارة لو كنا عرف بها ما بين البيت وإمشي عندكم لقلبي عارة تعيروني فقلبي ما داريت لك يا ماجد. تقييم رأي لجنة التحكيم وملاحظاتكم في هذا ماجد. أستاذ محمد، رجل مقنع طولا وعرضا وأداء. تسلم. وتخيلتك أنا كقيس بن الملوح
شرفتني يا استاذ، شكرا جزيلا. انت عشت الكلمات. ليش اولا ليش تخيلت انه قيس بن مروح؟ لان قيس بن مروح معروف لا يتخلى عن العمامه. وهذا شيء شرفنا، وهذا من اصولنا وعاداتنا وتقاليدنا. وشاعر مصقع، ادائك رائع، انت كلك رائع، هادي، تأدي بهدوء، هذا هو الفن المطلوب، ان الناس تسمعني وانتزع منهم التصديق بي. تسلم يا استاذي. شكرا لك. شكرا لك استاذ محمد. استاذ فؤاد، وهنيك ماجد على اختيارك، انت اخترت اغنيه من امهات الغناء الصنعاني، اغنيه قويه، اغنيه لها تاريخ. قبل ما اعقب عليك احب اشكر الفرقه الموسيقيه على الاداء المتميز، والجميل والاجمل الى جانب العود كان عازف الجيتار بيز اللي هو سعيد سكرنو، وعازف الساكسفون فؤاد يوسف. احنا بنتكلم على اغاني يمنيه بمقامات شرقيه بحته بنكهه يمنيه، لكنهم لم يغربوها فيمننوها بشكل رائع، اهنيهم. شكرا استاذ فؤاد. بعد كذا ماجد، الجزء الاول من الاغنيه غنيته بشكل سليم، غنيته بشكل صح، ما اضفتش حاجه، انت غنيت الاغنيه كما هي يعني، وكنت اتمنى ان تضيف في القلبة في الجزء الثاني اللي هو اللحن يعتبر اسهل من الاول، فانت شكلك استهترت فيه شويه، فالمقاميه راحت منك، التون ما كانش مضبوط فيها، الروح الاغنيه في الجزء الثاني كان مفقود خالص، بعكس الاول غنيته بشكل صح وبشكل سليم، ما كانش فيه اخطاء خالص. في الجزء الثاني اتمنى تهتم اكثر، مهما كان الجمله اللحنيه صغيره يعطيها نفس الاحساس سواء كانت صغيره او كانت كبيره. شكرا يا ماجد. على راسي. شكرا لك استاذ فؤاد. شروق، ماجد ما انتش ملك يعني، اليوم سادة خالص، أشير لك طيب لون، طيب اعمل لها روح شوية، ما فيش، مش زي الحلقة اللي فاتت. إن شاء الله نجتهد بالباقي إن شاء الله. إن شاء الله، بس الغنية حلوة أديتها، أوكي أديتها حلو، لكن مش 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 أنت، مش ماجد اللي يعني عهدنا إنه يقدم حاجة كويسة ويجيب حاجة بشكل مميز. شكرا لك شروق، شكرا لجنة التحكيم، شكرا لك يا ماجد. شكرا لك عبد الرحمن موفق. شكرا لماجد. ماجد، ايش حكاية الطول والعرض معك مع محمد عطروش؟ والله مش عارف، بس الحمد لله كان التقييم حلو من الاستاذ محمد عطروش. الاستاذ فؤاد عقب قال انه ريحت روح المقام بالمقطع الثاني، ما ادريش، انا اديت اللي علي واديته باحساسي انا، والحمد لله مقتنع، ادائي كان حلو بالنسبه لي، مقنع. وبالنسبه للاستاذه شروق ايضا قالت انه ما هيش بامكانيتي، يعني ما ظهرتش بامكانيتي، الاغنيه هي كذا وروح الاغنيه هي كذا، وانا جبتها بالامكانيات اللي اقدر عليها. ماجد، صوت جميل وحضور كان جميل على المسرح وهادي جدا، يعني اطربت الجمهور في الاخير انت. الحمد لله، لانه عشت الاغنيه وعشت الكلمات طبعا، وهي طبعا من اصاله التراث اليمني لدينا، والحمد لله رب العالمين كان الجمهور متفاعل ايضا مع الاغنيه. بالتوفيق يا ماجد ان شاء الله، وان شاء الله نجمه سعيده. ان شاء الله، تسلم الله. مستمرين في هذه الحلقة وكل أغانيها من اللون الصنعاني، أيضا سنستمع إلى أغنية بصوت عادل السبعي. عادل هزاع السبعي، كنتم تعرفوني طبعا، وأمس غنينا لون لحجي، اليوم بنغني لون صنعاني إن شاء الله، الفنان الحبيشي رحمتي لك، إن شاء الله ننال إعجاب الجمهور وإعجاب لجنة التحكيم، على الله توقع.
لك يا عادل. قدك بتوصل عند اللجنة اتفاعل زيادة. لحب نسمع التقييم لجنة التحكيم بعدين اقول لك رحمتي لك ولا فرحتي لك. الله اللي بيكون كان هذا شيء مشكلة. استاذ فؤاد عادل اليوم رحمتي لك بجد. الحجاز ما قلتوش حجاز، ما كنتش مهتم، وانا توقعت ان باللون الصنعاني بتقول انت افضل بحكم انك مقيم هنا وعارف كل التفاصيل، بس غنيت بثقة زيادة على اللزوم لحد ما خرجت. الإيقاع ما كانش مضبوط، الفرقة حاولوا يضبطوا معك قدر الإمكان، برضو الإيقاع راح منك. أنت صوتك جميل وإحساسك جميل، اليوم للأسف رحمتي لك. أوكي. شكرا لك أستاذ فؤاد. شروق، كنت أتمنى يكون أداء أفضل من كذا. إحساسك جميل، ما استغلتوش اليوم. شكرا. أسمع. شكرا شروق. استاذ محمد، احيانا الفنان ما يكون عنده احساس انه واثق من شيء تخونه تقديراته في ان يطرح نفسه في المكان الصحيح، اما من خلال ادائه او من خلال تيه بان الجمهور معه وانه ماسك في الجمهور، او من خلال الايقاعات. مشكلتك اليوم الايقاعات، أنت خليت بالإيقاعات، مش الإيقاعات خلوا بك. ولهذا السبب قد يكبو الحصان، قد تكون للحصان كبوة وأنت شليت الكبوة اليوم. يلا معوض في الألوان الغنائية الأخرى إن شاء الله. معوض. شكرا لك يا عادل. شكرا لعادل وشكرا للجنة التحكيم. عادل إيش الأداء الجميل؟
والله الحمد لله هذا كان كويس، بس لجنة التحكيم برضو كان عندها شوية انتقادات، يعني انه في الإيقاع، ان انا خرجت عن الإيقاع حاجة بسيط، قال يعني انت تغني بإحساس ذا، بس يعني انت خرجت شوية من الإيقاع. هو صح، حصل خروج من الإيقاع، لانه اصلا من البروفات ما سويناش بروفات كثير، انا اول مرة اسوي بروف اليوم الأغنية. يمكن طبعا مع لجنة التحكيم اللي متعودين على صوت عادل الجميل وإحساسه كمان الجميل، متوقعين وطمعانين في أكثر من كذا يا عادل. صح، يمكن. بس الفنان محمد عطرش كان مبسوط؟ كان مبسوط، فؤاد كان مبسوط، شروق كان مبسوطة، بس يعني قال لك الخرجة، قال إن الخرجة عن الإيقاع هي كانت السبب، ويعني الإيقاع ما كانش مضبوط 100%. يعني طب ليش عادل زعلان؟ لا بالعكس مش زعلان والله، أنا أتقبلها بروح رياضية، أصلاً كفيني إن أنا وصلت إلى المرحلة الثالثة كفاية. بس بالمجمل الأداء جميل يا عادل. الحمد لله. بالتوفيق يا عادل. إن شاء الله. الآن نستمع إلى محمد الجنيد. محمد أحمد مشهور الجنيد من محافظة حضرموت. اليوم في حلقة معنا اللون الصنعاني، وإن شاء الله نقول إنه نؤدي أداء اللون الصنعاني بإتقان. اللون الصنعاني هو قريب من الدان الحضرمي في مواويل، وهو لون غريب علينا شوية، ولكنتنا احنا واللهجة الحضرمية، بس إن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله بما فيه الخير إن شاء الله. اخترت أغنية لحبة ربا صنعاء للفنان الكبير أبو بكر سالم.
لك يا محمد. ايش اخبار القلق؟ اول اساله في الكواليس كيف القلق معك؟ قال القلق في جيبي مع الثقه. شكرا لك يا محمد. صنعاني صعب اكيد ضروري يعني لازم واحد يكون يتقنه صح ولا ما يلهرش. نستمع لملاحظه لجنه التحكيم على اداك يا محمد ونبدا من عند الاستاذ فؤاد. محمد الجنيد كويس اختيارك للاغنيه كان جميل. صوتك فيه باور، صوتك قوي، عندك طريقه رائعه في التحكم بالنفس، فهذا يعني انك تغني كثير وعندك خبره كثير جميله. الاغنيه هذه الصنعانيه انت حضرمتها، كنت مركز على اللحن وكان يجي على حساب مخارج الحروف ومخارج الالفاظ الكلمات. انت اجتهدت طيب لانك تغني اللون الصنعاني، وانا احيي لك اجتهادك في هذا، واتمنى في مره قادمه تتمكن منه بشكل افضل. شكرا جزيلا. شكرا استاذ فؤاد. استاذ محمد. محمد مش واخذ الامور جد، يقول لك طلعت ما طلعتش. لا، احنا نشجعك ونحط يدنا معك على اساس انك تتفوق على نفسك. مهمتنا ان نصنع منك انسان قادر على اداء عمل جميل. لما نقيمك احنا هدفنا هذا، مش هدفنا ونحثك على ان تبذل جهد اكبر. شكرا لك. شكرا لك استاذ محمد. شروق. محمد ناوي تكرهني من الان؟ اضمن لك هذه نصيحه ذهب. عجبتني حضرمه الصنعاني، حلوه منك، حلوه منك بس. الاغنيه حلوه، لايق عليك لو مسكتها اكثر، لو اشتغلت اكثر، لو اجتهدت اكثر. للاسف اتمنيت انك تتميز فيها، اتمنيت انك تشتغل بجد فيها، لانه انت قادر على اصعب منها كمان. اي واحد بالبروفات والاجتهاد اكيد، واخذ الفتره الكافيه للبروفات، لان اللون لون غير اللون تبعك. اللي يقيد اللون الحضرمي يقدر يقيد اي لون، اللي يقدر يقيد اللون الصنعاني يقدر يقيد اي لون، اللي يقدر هو تدريب. اسمع وادرب نفسي وامسك اللكنه واللهجه، انتهى الموضوع. انتهى الموضوع وانتهى تقييمكم لاداء محمد الجنيد. شكرا لك محمد موفق. محمد الجنيد حضرمت اللون الصنعاني. طبعا قلت لك البروفات ما كانت كافيه، وقالوا انه طبقه صوتي هي الصوت افضل، وبعدين بس تشتي الامكانيات، لانه اللون لما تغني اللون غير لونك شوي تحصل صعوبه، نسيت الكلمات في المسرح من رهبه المسرح، مش من رهبه المسرح، هي من اللون واتقاني اشتي اتقنه في فتره قصيره. يعني انا اشوف انه مشيتها بس تلخبطت في الكلمات. انت كنت حافظ الاغنيه من قبل يا محمد؟ ما حافظ، ما ابدا ما غنيت صنعاني بالمطلق، ما كنتش. طيب البروفات كلها؟ البروف هي مره واحده، اسالي استاذ محمد عقيل مدير الفرقه، اذا هو حضر البروف حقي ما حضرش حقي. بس حضرنا هذاك اليوم ما كانش موجود، وفتره قصيره ومعي مستابقين كثر. بس الاستاذ شروق كان عاقبها حضرمه الاغنيه صنعاني. ممكن لانها بصوتي زي ما، بس مع الايقاع، مع زي ما قال الاستاذ فؤاد، يعني كانك تلخبطت شويه يعني في اللون الصنعاني. صح، انا مش يعني ما اعطيش نفسي علامه كبيره لهذا اللون ابدا، لاني ما اتقنته، لانه اللون الصنعاني واللون من الالوان الغنائيه اللي لازم انه اي واحد يغنيها يتقنها ولا يتبذئ بهذا البها. يعني اذا بالتوفيق لك محمد الجنيد ان شاء الله. يقال ختامها مسك في حلقه اليوم، ختامها مش مسك، ختامها محمد الجيلاني. اسمي محمد الجيلاني من محافظة تعز، اليوم بنغني اللون الصنعاني، وأنا بغني أغنية مسافرين للفنان فؤاد الكبسي. إن شاء الله اليوم أكون عند حسن ظن اللجنة والجمهور، لأنه المرحلة الأولى باللون اللحقي انتقدوني شوي. إن شاء الله هذه المرة ما ينتقدوني خالص، لأن أنا بغني سادة عشان ما حيتكلم علي. We'll be right back.
يصف المظلوم كيف أسوي كيف أعمل بس دلوني حالك إلى الله يصف المظلوم راح روحي طار عقلي ذا بقلبي في الهوى الفتان وي 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 وانا علي ما نام وي 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 مسكين يا مستهان محمد الجيلاني آخر متسابق في هذه الحلقة. أستاذ محمد. محمد جيلاني يتألق كل يوم يعطينا شيء من المعروف لدينا من خبراتنا ومن تلقينا لأحبابنا فردات أكبادنا أنهم يحفظوا النغم يحفظوا اللحن. أنت لا أدري كيف النغم يأتي ينساب إليك من نفسه جاهز يقول لك خذني غنيني. سلام الله يخليك. فعلا أنت أقنعتني. سلام. جذاب للنغم ها؟ مطاوع يطاوع النغم كما داود لما آلان الحديد هذا يطاوع النغم. النغم يجي له ثاني يقول له خذني غنيني. الله يخليك. كلام كبير من أستاذ محمد لي. أيوة بس أرجو أن لا تغتر بالكلام هذا برضو تعطي النغم حقه. أنت قادر تعطي النغم حقه. شكرا لك أستاذ محمد. شروط؟ لا محمد جميل وإحساسه جميل بس محمد وقع الكلام في أماكن وقع الكلام يعني أنت ساحب الإيقاع سحب الإيقاع ملاحقك رابط الموضوع ربط ساحبه وسحب معك لا في أماكن تكون جميلة وفي أماكن وقع جميل يا محمد. شكرا شكرا لك. شروق أستاذ فؤاد. أولا أهنيك على اختيارك لهذه الأغنية للمرحوم غناء ولحنا علي السمة وهذه من أجمل الأغاني اللي أثرت الساحة اليمنية بالألحان الجميلة والمحدثة والمطورة وغناها الكثير بعده كثير طبعا أكيد. محمد أنت أطربتني كثير استمتعت معك أعطيت له كل كوبلي حقه في الكلام وفي الغناء وفي اللحن. الملاحظة اللي قالتها الأستاذة شروق في مكانها دائما كنت تحاول تغني مع نفسك اكثر من اللازم غني مع نفسك صح عشان تعيش الاغنيه بس حسب انه معك فرقه فكان ايقاعك يسحب وترجع هو هذا تصرف جميل بس لما يكسر معي ما يكونش جميل قولوا في بعض الاماكن وفي بعض الاماكن اللحنيه لازم توقع الغناء فيها فيكون الغناء اجمل. انا سعيد بسمعك وباختيارك هذا اليوم. شكرا استاذ فؤاد. شكرا للجنه التحكيم. شكرا لك محمد توصل بالسلامه. يا جيلاني يا جيلاني سحبت الإيقاع بعدك يا جيلاني. الله يخليك يا ذا
ما ادري والله ايش اقول، زي المرحله الاولى صاحب الايقاع، انا ما ادري ايش كيف. ان شاء الله الحلقات المقبله اكون احسن. ايش المشكله بالضبط؟ كان ادائك جميل على المسرح. انا لما ادي وهم يقولون انا اسحب الايقاع، انا ما افتهمش حاجه. هذا ادائي، انا اشوف نفسي ما خرجتش عن الايقاع نهائيا. الاغنيه كذا اساسا. ان شاء الله خير. اكثر راي شعرت بانه لاذع من لجنه التحكيم. كيف؟ اكثر راي شعرت انه لاذع ظلم محمد من لجنه التحكيم. هذا الذي يقوله سحبنا الايقاع معنا. هذا اللي يزعلني بس. ولا كله تمام، كلامهم على عيني وراسي. عدينا اللون الصناعي، في عاد احنا مشكله في الالوان الاخرى. لا ان شاء الله الالوان الاخرى تمام. يلا بالتوفيق يا محمد. ان شاء الله. مع محمد الجيلاني نكون ختمنا الحلقه الثانيه في المرحله الثالثه من نجم السعيده. نشوفكم بالحلقه القادمه.